المواطن خالد الإبراهيم يعود إلى الوطن بعد غياب دام 8 سنوات في تركيا مستفيدا من مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد. كنت بتركيا وجيت على سوريا لهون. الغربية تعذبت فيها كثير يعني، ضليت فيها 8 سنين 7 سنين لغايه رجعت على بلدي لهون لعند اهلي. جاي لهون احلى معامله هون والله، ما حدا اتعاطانا خالص الحمد لله. خالد الإبراهيم الذي دخل الأراضي السورية من دون أي مساءلة قانونية عاد إلى أهله وذويه في قريته دار الكبيرة بمحافظة حمص، داعيا كل من غرر بهم للعودة إلى حضن الوطن. أحب أقول أنه يرجعون على بلدهم أحسن لهم من الغربة، والغربة كربة يعني، الغربة غاد كلها عذاب وتعب، أما هون لا والله أحسن لهم بالبلاد، بلادنا يعني. طبعا من صدر العفو فورا خبرناهم أنه تعالوا، والحمد لله الأمور كلها بخير وإحنا عايشين بالبلد والأمور الحمد لله تمام التمام. ومن هرب ومن فر من سوريا إلى أي بلد آخر أرجوك لا تعود، لأن إذا الدولة سامحتك نحن عهدا لن ننسى ولن نسامح. نصيحة من هالتقن لحتى يرجع منكون.